وصلنا لآخر فقرة هتكون معانا النهاردة وهي الفقرة الاجتماعية، لكن النهاردة هنتكلم فيها عن جزء مهم جدا وهو جزء نفسي. إيه هو تأثير العامل النفسي على الإصابة ببعض الأمراض أو تأخر العلاج أو سرعة الاستجابة للشفاء؟ وإيه هو مدى ارتباط العامل النفسي بالمرض بشكل كيميائي؟ وإزاي ممكن إن احنا نخفف كل الصدمات النفسية دي؟ موضوع مهم جدا محتاجين إن احنا نتناوله ونركز كمان عليه، لأن في عدد كبير جدا من المواطنين بيكون شايف إن العامل النفسي ده ما هو إلا تحصيل حاصل لا يستدعي العلاج. يعني فكرة إنك تقول له ربما تأخر علاجك أو تأخر تماثلك للشفاء يكون بسبب ان انت نفسيتك مش متزنه، بيكون شايف الموضوع او بياخده على سبيل التهريج ومش على محمل الجد. هتكون معانا اسماء جبري، اخصائيه التغذيه وماجستير في الرعايه التلطيفيه، وهنتناقش ازاي ممكن يتم تخفيف المعاناه النفسيه حتى يتم الاستجابه الى العلاج بسهوله. اهلا بك يا اسماء، يا رب تكوني بالف صحه والف خير. ومحتاجين الاول نعرف ايه علاقه العامل النفسي بعدم التماثل السريع للشفاء. سعدي صباحك هدير. أول شيء الموضوع كتير متشابك، وحاليا نحن لهلأ بالمشافي بوطننا العربي أو نوعا ما حتى بالدول الأوروبية لسه ما انتشرت الرعاية التلطيفية على أن هي أمر أساسي ما بين الطبيب والمريض. دائما بتجي أخبار المرض صادمة أنه فلان معه سرطان أو معه مرض مزمن أو طويل الأمد، ما بيكون في بالنص مثل ما بنقول غضروف بسيط أو سفنجة ما بين الطبيب والمريض حتى ما يصير معه الأزمة النفسية أو الصدمة اللي هو مو متوقع وجود هذا المرض عنده. فلهلأ ما انتشرت للأسف هاي الرعاية التلطيفية، ولكن في بعض الدول هلأ بلشت تنفذ وجود يعني جروب رعاية تلطيفية ينقل الأخبار الطبية ما بين الدكتور واللجنة الأطباء يلي بتحدد تقريباً طريق العلاج، وبين المريض يلي هو هلأ بحالة نفسية هو وأسرته بحالة نفسية تقريباً متوترة. طيب هي تفرق يا أسماء أنه مثلاً طبيب يروح يقول للمريض بشكل صعب أن أنت مثلاً عندك كانسر أو عندك أي مشكلة، تفرق في إيه مع مع المريض ومع عيلته؟ ولو حطينا الرعاية التلطيفية دي في النص بين الطبيب وبين المريض، إيه اللي ممكن يتغير؟ تمام، سؤال كثير حلو محمد. هلا اللي عم يصير انه الطبيب نوعا ما بيتصف شوي بالقسوه مو بايده، لانه هو لازم يحكي حقائق. يعني الطبيب ما بيقدر يجامل، لانه اذا بيجامل بيصير عليه مساءله انه انت مثلا ما حكيت بالبارت المعين، مثلا انت كان لازم تنبهنا ما نبهتنا. فالطبيب يعني بيتوجب عليه يكون شوي قاسي انه يحكي الخبر مباشره، مثل مثلا يقول للام انه ابنك مثلا عنده هاي المشكله، اذا كانت داون سيندروم او توحد او اعاقه معينه من وقت الولاده، يقول لها ابنك هيك هيك بدون اي رحمه او شفقه، لازم يخبرها، لازم هي تنحط بالصوره. او يلي عندهم امراض طويله الامد، سكري، سكر بالدم، سرطانات، روماتيزم. في كثير الروماتيزم امر بسيط، بس في كثير امراض ثقيله مثل مثلا تصلب اللويحي. لازم الشخص المقابل يعرف المرض يعني بدون اي اسرار، بده يعرفه بشكل كامل. فلما بيجي الطبيب وبهيك يعني مره واحده بيقولها للمريض، ممكن المريض يتشكل عنده مخاوف او صدمه نفسيه، وبالتالي الصدمه النفسيه تسبب له عدم تجاوب مع العلاج، لأنه هو حزن، هو خاف، هو تعب. توتره النفسي بيأثر على علاجه. بالعكس، في كتير ناس لما بتدرأ أنه عندها كانسر بتموت بسرعة، بينما هي عايشة فترات طويلة من حياتها مع الكانسر، بس لأنها ما بتعرف فتعايشت مع المرض. طيب برضو حاجة تانية من الحاجات اللي احنا بنسألها اسمها، طب حاليا مش موجود رعاية تلطيفية في معظم المشافي، الدور هيقع شوية اكتر على اسرة المريض وعلى الناس اللي حواليه، اصدقائه وغيره من الناس. ايه اللي ممكن نعمله معاه عشان نخفف شوية من صدمة الصدمة النفسية لما ياخد خبر سيء بان هو عنده مرض مزمن؟ صدقت محمد، نحن لا للأسف دولنا ما انتشر فيها هذا الفريق اللي هو رعاية تلطيفية ما بين الطبيب والمريض، ولكن اللي نحن بنقدر هلأ نعلمه للأشخاص كدارسين رعاية تلطيفية لحتى يتقبلوا أي صدمة أو أي مرض برحابة صدر
هو انه نحن يكون في عندنا جلسات حوار وعلاج، ممكن يكون اخصائي طاقه او اخصائي نفسي ممكن يحل شوي محل الرعايه التلطيفيه، مع انه هي رعايه تلطيفيه ميديسن ما لها علاقه بالطب النفسي، اخذ جانب فقط من الرعايه النفسيه والجانب الاخر رعايه طبيه. ف يعني صراحه بحتار شو بدي انصح. اول شيء واجه مخاوفك، يعني فرضا خلينا نحكي على واقعنا هلا كورونا، كلنا هلا خايفين من الكورونا وخايفين على اولادنا وموجه ثانيه ولقاح ثالث، فكلنا عم نفكر نواجه مخاوفنا بانه نحن نتوقع أسوأ شيء، يعني هيك الواحد يحط بينه وبين حاله يتوقع انه كل العائله لا سمح الله انصابت، انقطع رزقنا كلياتنا، تفركشت امورنا، يعني نتوقع أسوأ شيء وبعدين طب شو حيصير؟ ما هو الله يلي رزق كل هالحيوانات والكائنات والحشرات وبدون ما تعمل ولا شيء ما حيجيب لي رزقي، ما في طغاة والله عم يرزقهم. فأنا بدي أوصل لأبعد نقطة بقسوة الخوف أو القلق اللي جواتي وعالجة، قول أنا خلص تخيلت أسوأ شيء وربي ما رح يتركني، أو إذا إجا الفيروس أو ما إجا الفيروس أنا متأقلمة مع فكرة إنه كل شيء ممكن يصير، حتى ما يعني اهربوا من الخوف، لازم واجه الخوف من اي مرض حتى ما يضل عندي دائما مشاعر قلق ومشاعر سلبيه جواتي، خير اطلعهم كلهم للمشاعر من قبل ما اوصل لاي مطب. طيب برضو حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نسال عليها اسمها فكره الخطه العلاج والرعايه التلطيفيه، ازاي نعملهم مع بعض؟ خطة العلاج، هلا أول شيء الرعاية التلطيفية هي عبارة عن فريق بيجي بيتحاور مع المريض، بيقعد مع محمد، شو بيقول له؟ بيقول له مثلا حكيني شوي عن ماضيك، حكيني شوي عن حاضرك، ممكن التحليلات الطبية ممكن أحيانا تخطئ، فبيصير بيحاكيه بأسلوب إنه كل قوانين الحياة قابلة لأنها تكون خطأ، كل قوانين الحياة قابلة إنها تكون فيها تفاوت او فيها شويه خلل او ممكن مفاهيم تنقلب، فلما بتحاكيه بهي الطريقه انت بتمهد له انه تشخيص الطبيب خطا، فهي بهي الطريقه مشان ما كثير يكون متوتر. يعني الموت طب كلنا حنموت، طيب خطه العلاج شلون بدنا نمشي فيها؟ انت اليوم تعبان خلينا نرتاح شوي، ممكن على حسب برنامج غذائك شلون ندخل العلاج، بتحب اليوم تاخذ الاستراحه، يعني هو حواري. طيب اسمع ازاي ممكن انه الشخص اللي عنده مشكله صحيه وبيتلقى علاج وفي نفس الوقت احنا بنقنعه انه لازم تاخد عليه العلاج النفسي عشان يكون الشفاء اسرع ويكون فعال اكتر، ازاي هو بقى يقدر يدمج بين ده وبين ده، خاصه لو كانت حالته النفسيه بتستدعي ايضا علاج، ازاي يقدر يدمج التفصيلتين دول مع بعض من غير ما يعاني اكتر نفسيا من فكره مزج العلاج مع بعض؟ هلا هدير المشكله انه نحن هون مو بصدد تشخيص حاله نفسيه او مرض نفسي، ولا الراعي التلطيفي او الطبيب التلطيفي ما بيقدر ابدا يشخص مرض نفسي او يحل مشكله نفسيه نهائيا، هو مجرد انه عم يلطف المرض، هو مجرد انه عم يلطف فكره العلاج، عم يلطف فكره انه هو مرض طويل الامد والعائلة بستريس، العائلة خايفة على هذا الشخص، أو خبر صادم، تليف مثلا بدها تقيم رحمة، أو أي شيء من الأحداث اللي بتبقى صادمة للمريض وأهله. فللأسف الراعي التلطيفي غير مخول إنه يحل مشكلة نفسية، إذا هو في مشكلة نفسية لازم يتحول لطبيب نفسي. يعني هو فقط بيحاول إن هو يخفف عنه المعاناة عن طريق الكلام، عن طريق إن هو يحاول يفسر الامور، انما مش ان هو يحدد له مشكله نفسيه عنده او لا. لا ابدا ابدا، بعيد كل البعد عن العلاج النفسي، هو مجرد انه عم يعطي تمهيد للمرض وتمهيد للعلاج حتى ما ياثر العامل النفسي السلبي على خطه العلاج والصدمه تسبب له عدم شفاء. طيب دمج بقى علم الغذاء والحميات الغذائيه بالرعايه التلطيفيه، بما انك انت اخصائيه تغذيه وبرضه ماجستير في الرعايه التلطيفيه، ازاي ندمج الاثنين دول مع بعض؟ تمام،
تمام، حلو سؤال محمد. هلا بصراحه مثل ما قلت لك، يمكن اول لقاء طلعته معك بتذكر يمكن كان شوي نوهت عن الموضوع. انا لما بلشت مع السيدات حميات غذائيه بشكل جامد فعلا ما صار تفاعل، ولكن لما دخلنا هاي الجداول اللي فيها شويه طاقه ايجابيه او تفريغ للطاقه السلبيه، كان تفاعل السيدات مع مشكله السمنه كثير تفاعل اكبر، او حتى مع مشكله النحت المفرط. فمثل كانه دخلت الرعايه التلطيفيه اللي انا دارستها كمشجع ومحفز نتصالح مع وزننا ونحل المشكله اللي نحن فيها، او ننتقل من حاله صحيه الى حاله صحيه افضل. فهي كان الفكره، هي الدمج اللي عملته بحمياتي بسبب انه عن جد السيدات تفاعلت اكثر. بس للاسف هلا زمن السخافات تنتشر وهي الاشياء صعب تنتشر. يعني هي المشكله كلها بتكمن في انه الرعايه التلطيفيه حاليا يمكن في البلدان العربيه اسمى مش زي ما انت قلتي في الاول، مش مفعل قوي الموضوع ده، او القسم ده مش مفعل قوي، او محدش بيديله الاهتمام اللي محتاجينه. يمكن موضوع وجود لايف كوتش او وجود دكتور نفسي او معالج نفسي هم اكتر حاجتين. يمكن حتى موضوع المدرب النفسي اللي هو اللايف كوتش ده بقى يعني لسه متركز عليه في سنوات قريبه جدا. ان شايفه ان احنا المفروض نعمل الفكره اللي لازم اخر شيء ننهي فيها، بس انه الافكار هي السبب الرئيسي. الافكار بتاثر على المشاعر، المشاعر بتاثر على النفسيه، والنفسيه جزء من جسمنا بتاثر على تشكل الخلايا. الستريس بيرفع الكورتيزول، ارتفاع الكورتيزول بيقلل المناعه، فهي امر مترابط مع بعضه. انا لما اجى حدا صدمني وقال لي انت عندك هذا المرض، ممكن ابكي ويصير معي صدمه، الصدمه لا سمح الله اثارها بعلم الميتاهيلث ممكن يكون لأثر لقدام أمراض تانية. فنحن لازم نتحاشى هاي الصدمة، يكون في لطف بالخبر الطبي. الأطباء كتير قاسيين وهذا واجبهم، ما فينا نغير. فيكون في شوية يعني هيك أنه شفقة بحال هذا المريض، أنه قديه كيف حيستقبل الصدمة، عن كان عنه أو عن ابنه أو عن أحد أفراد الأسرة. لأنه الصدمة لحال عم تسبب لنا عقد نفسيه وامراض صحيح. جسديه ثانيه بالمستقبل. صحيح. عشان كده دايما بنقول الجانب النفسي برضو، فكره ان انت اسلوبك في انت تدي المعلومه للشخص بتفرق جدا. اسماء جبري الاخصائيه التغذيه وماجستير الرعايه التلطيفيه، بشكرك جدا على مداخلتك معانا.